ومؤكد اليوم راح نتكلم ان شاء الله عن المباراتين، وبالمناسبه نبارك للمنتخبين البحريني والعراقي في فوزهما هذا المساء، وحظا وافرا للمنتخب اليمني الشقيق. فواز تفضل، تبي تضيف شيء قبل ما نبدا بالملخص عشان ندخل في المباراه؟ والله انا تابعت الحميميه الموجوده بين الزملاء الاعلاميين الاماراتيين والسعوديين والعلاقه القائمه فيما بينهم، وايضا جماهير الامارات العربيه المتحده وجماهير المملكه العربيه السعوديه. علاقه يعني الواحد يفتخر فيها، ولذلك يتحدث على انه تظل الامارات العربيه المتحده الدوله الحبيبه والقريبه من الجماهير السعوديه ومن الاعلام السعودي، بدءا من رجل الحب والذي يحمل قلب زايد سمو الشيخ خليفه، والله يحفظه ويرعاه، وكذلك صخرة الدفاع وقوة الهجوم سمو الشيخ محمد بن زايد، وأيضا سمو ولي العهد الأمير محمد بن راشد والشيخ حمدان بن راشد وكافة الشيوخ والأعزاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. أضيف أيضا لسمو الشيخ عبد الله بن زايد رجل الرياضة والشباب وزير الخارجية والرجل الشجاع، وهذه العلاقة التي تمتد بين السعودية ودولة الإمارات علاقة قائمة أبدية على المحبة والمعزة والتقدير، ولذلك الصورة الجميلة اللي شفتها بيننا وبين الزملاء الإماراتيين كنت أتمنى أنه نموذج يعمم على دول، مش بس مجلس التعاون، يعمم على الأمة العربية، علاقة حب، تواضع، حفاوة فيما بينهم. وأنا فخور جدا بزملائي الإماراتيين اللي أشتغل معهم، سواء سابقا عملت معهم لثلاث سنوات في دبي أو لاحقا في أبوظبي، والآن معنا الزميل حسن الجسمي سفير المفردة الجميلة وأستاذ العمل الفني داخل الملعب، وفخورين بوجوده معنا. وهذا اللي حبيت أنا أقوله عن دولة الإمارات العربية، تتكلم عن شعب يعني قمة في الأخلاق والثقافة والحب والتطلع، ولذلك السعودية والإمارات ستظل قلب واحد لهذه الأمة، وستظل العلاقة أقوى مما يتخيل البعض أو يعمل البعض للتقليل منها. هذا الرسالة أنا حبيت أوصلها، ولا زلت أقول أن القلب السعودي ينبض بالحب الإماراتي. يستاهلون، ومهما حدث من فجوات أو مشاكل أو أزمات أو حتى المنطقة كاملة أحاطتها ظروف كبيرة، بالعكس إلا تزيدنا تماسكا وتعاضدا وتكاتف مع كل الأشقاء، ومؤكد بأن المصير واحد فواز. صحيح. والمستقبل واحد، والأخوة اللي تجمعنا هذه هي أسمى وأرقى رسالة ممكن نقدمها للمجتمعات الخليجية. إذا كنا جيران وما كنا أخو أشقاء وكان بيننا ترابط كبير وتقارب كبير، ما وش فائدة الجيرة؟ لو نرجع يعني جزء بسيط، شوف الدم الإماراتي وهو في الحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية، تشوف الدم السعودي وهو يضحي من أجل الأبعاد اللي تالية من الحرب. علاقتنا في الإمارات والسعودية علاقة لا يمكن أن يسعى أحد يقلل منها أو يحاول أن يعمل فجوة فيما بينها. أنا أشوف حفاوة الزملاء الإعلاميين، حفاوة الإماراتيين، وأيضا الحفاوة اللي بيقدمها الشاب السعودي والإعلام السعودي لإخوته وأشقائه في الإمارات، أيضا قيادات الإمارات، يعني كل ما نشعر في قيادتنا في المملكة العربية السعودية نشعر بنفس الحب والتقدير وأيضا والدفاع والاستماتة في الدفاع من أجل سمو الشيخ محمد بن زايد رجل الواجهة، وأيضا سمو الشيخ عبد الله بن زايد وشيوخ الإمارات بشكل عام في كل الإمارات العربية المتحدة.